لحمة مشوية على عين البوتاجاز زي ما سمعنا كده. هنستغنى عن الشواية بالكهرباء وكمان عن الفحم وهنطلع حتة لحمة طرية جدا جدا ودايبة دوبان. أنا إيناس عباس، اللي لسه ما تابعنيش تابعني على قناة الوصفة وكمان يتابع القناة والفيديو والجروب والإنستجرام باسم شيف إيناس عباس. زي ما أنتوا شايفين بقى أنا عملت حركة كده جميلة، غطيت بيها اللحمة علشان تبقى دايبة دوبان وكمان متدخنة بقى كده، لا هنحتاج إن احنا نولع لها فحم ولا أي حاجة. وهقطع بقى كده وأوريكم اللحمة قد إيه طرية ودايبة من جوه وشربة التتبيلة، مع إن التتبيلة بسيطة جدا جدا بحاجات كلها من حواضر البيت، هنطلع أحلى حتة لحمة طرية. أنا جبت حتة لحمة بقى من الانتر كوت والجزار مقطعها شرايح كده قد كف الايد، وبشرت عليها بصلايا وعصرت كده ليمونتين كبار مع رشه ملح وفلفل ورشه سكر خفيفه، وبيتها في التلاجة ليله، ممكن من 6 ساعات لليله. انا بقى كده دلوقتي بشيل التفل بتاع البصل من على اللحمه علشان ما يتحرقش وانا بشويها ويعمل فتافيت سودا. خلاص خلصت بقى كده وصفيت التفل خالص، مش بقى ما بقاش باقي غير يا دوبك الميه بتاعه البصل وعصير الليمون، حطيت فيهم رشه من الزيت وهقلب بقى كده فيهم اللحمة تاني في صوص البصل وعصير الليمون الحلوين دولت، علشان بقى تبقى اللحمة جاهزة ومطعمة كده وجميلة وبتلمع لما نحطها على الشواية. دي شياطة بقى كده أنا مشترياها من محل المستلزمات بتاع الأدوات المنزلية، رخيصة بتمنها تقريبا 25 جنيه. اللي ما عندوش بقى شياطة زي دي اللي أنا هشوي عليها، يشوي عادي جدا في جريلا، هتعمل نفس الغرض بس هنحتاج لها فحمية. يعني اللي ما عندوش شياطة زي دي هيعملها في جريل. أنا جبت كده بقى بصلاية حمراء عشان أجهز الفرشة بتاعة اللحمة، وعصرت عليها ليمونة مع رشة ملح وفلفل، وحطيتها كده بقى في الطبق ورشة بقدونس مقرمش كده جميل علشان يبقى الطبق ده جاهز ان احنا نحط عليه اللحمة لما نشويها. دي الشواية بتاعتنا بقى هركنها كده على جنب، ودي عين البوتاجاز اللي انا هشوي عليها، حطيت عليها ورقة فويل، ودي الحتة اللي فرغتها من النص حطيتها كده في العين من جوه عشان ما فيش اي حاجة توسخ لي البوتاجاز، وبعد ما اخلص شوي هيبقى البوتاجاز نضيف زي الفل. هفتح بقى العين دي كده وهدهن الشواية بتاعتي او الشياطة بدهنة خفيفة من الزيت، وهرش عليها حتت اللحمة بتاعتنا بقى اللي ما فيهاش تفل البصل، يا دوبك متطعمة بالتتبيلة الجميلة بمية البصل وبالليمون وبالملح والفلفل ورشة السكر الخفيفة. زي ما انتوا شايفين بدأت بقى تاخد لون خفيف كده، والشياطة اهي رفعتها عشان تشوفوا ان العين نظيفة خالص، واي نقط بتنزل على ورقه الفويل اللي احنا حاطينها. وحطيت بقى كده ما بين كل وقت والتاني بدهن كده حتت اللحمه من عصير الليمون ورشه الزيت الخفيفه اللي انا حطاها، وهقلب بقى كده القطع علشان كلها تاخد اللون الجميل اللي بدا اللحمه تاخده دوت، واللحمه بقى كده الدخنه طالعه عليها من الخرام اللي في الشوايه. ممكن كمان الشوايه الاستانلس بتاعه الفراخ نعمل عليها نفس الحركه دي بالظبط، هتدينا نفس النتيجه. حطيت كده شويه مكعبات طماطم وقرن فلفل حامي في الميه والزيت بتاعه البصل اللي محطوطين، وقلبتهم كده وحطيتهم على الشوايه علشان يتشوا، يبقى خضار كده مشوي جنب اللحمه طعمه جميل جدا. حطيت بقى رشه من الملح ورشه من الفلفل الاضافيه على اللحمه علشان تطعمها كده وتديها طعم جميل وهي بتتشوي. وخلاص بقى كده الدخنه بدات تطلع زي ما انتم شايفين، ولون اللحمه بقى رائع. اخر بقى 5 دقائق كده او 10 دقائق هحط بقى عليها الغطا كبير بتاع الحله او ورقه فويل علشان الدخنه اللي طالعه دي تتكتم وتخلي لي اللحمه مهريه خالص وجميله وريحتها ريحه الشوي. وبكده بقى انا ما عملتش فحم ولا اي حاجه واستفدت من الريحه بتاعه الشوي الطبيعيه خالص. غطيتها بقى كده مده سوى اللحمه كلها ما كملتش 15 دقيقه، يعني حاجه كده في السريع، واللحمه بقت دايبه دوبان. زي ما انتم شايفين انا شلت بقى الغطا وجبت الفرشه اللي انا جهزتها بتاعه المشويات اللي عملتها بقى عصير الليمون كده عشان اللحمه سخنه، هيطلع على اللحمه يبقى طعمه جميل جدا. وادي البوتاجاز بقى نظيف، انا عايزه اوريكم شلت الحماله بتاعه البوتاجاز، وهاتني بقى ورقه الفويل كده هتلاقوا البوتاجاز من تحتها نظيف ولا كاننا شوينا ولا اي حاجه، يعني يا دوبك بس كده حبه نقط بسيطه وعين البوتاجاز هبقى اغسلها، حاجه كده سهله جدا وجميله. انا غرفت بقى كده اللحمه بتاعتنا جميله قوي في الطبق، وعملت سلطه بابا غنوج جميله كده مدخنه، وطبق سلطه خضراء مقرمشه جميله بعصير الليمون والفلفل الحامي، وطبق رز بالشعريه، وهاكل بقى وادوق، مش عشان انا عايزه اكل لا، عشان عايزه اطمنكم ان اللحمه دايبه دوبان وجميله جدا. انا قطعت منها عشان تشوفوها قد ايه من جوه طريه وشربت التتبيله البسيطه دي، وهاخد بقى من السلطة مع الرز كده بالشعرية وقطع حتت من اللحمة وادوق واكل. يا سلام يا وعدي، أكلة جميلة بألف هنا وشفا، ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنال رضاكم.